يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من يقول إن معية الله هي معية حقيقية، وأن أهل السنة لم يقولوا ذلك ولم يصرحوا به، لأن الصوفية فهمت هذا الكلام على غير المعنى المراد؟ ما معنى قوله حقيقية؟ نعم هي حقيقية، ما هي بظنية، هي حقيقية، لكن ليس معناها كمعية المخلوق للمخلوق يكون مختلطا به وبجواره يمشي معه ويقعد معه، لا، معية لائقة بجلال الله سبحانه وتعالى، فهو معهم وهو فوق سماواته، بمعنى أنه محيط بهم، محيط بهم ويسمعهم ويراهم، فهو معهم بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته. نعم.